8 نيسان 2018 كان يوم الأحد، تعرض أحد الأبنية للقصف في المناطق العلوية، ما إجانا جرحى والمناطق السفلية صار في عنا حريق، فإجانا حالات اختناق من القبو، فصرنا نعالج هاي الحالات. فإجا أحد الأشخاص معه كاميرا عم يقول إنه كيماوي كيماوي، فأصاب العالم إنه صار في نوبة هلع هيك، وصاروا يكتوا على بعضهم مي وشي بخ بالإرزاز وشي، والأطباء قالوا إنه ما في كيماوي ولا في أي شيء. اسمي خليل الجيش، طالب طب، أعمل مقيم في قسم الإسعاف في مشفى دوما. بتاريخ 8/4/2018 استقبل قسم الإسعاف عدد من الإصابات إثر تعرض أحد الأبنية السكنية للقصف، ما أدى إلى تهدم الطابق العلوية وتعرض الطابق السفلية للحريق. تم إجلاء المصابين إلى قسم الإسعاف، كان منهم الجرحى تم التعامل معهم، وكان هناك بعض حالات الاختناق بسبب الدخان والغبار. تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عرضي، لكن أثناء إسعاف هذه الإصابات جاء أحد الأشخاص وصرخ في قسم الإسعاف أن هناك ضربة سلاح كيماوي، مما دفع الناس المتواجدين في قسم الإسعاف إلى التعامل مع هذه الحالات على أنها ضربة سلاح كيماوي، مما دفعهم إلى غسل الأطفال. علما أن في هذا اليوم لم يستقبل المشفى أي حالة تنطبق مع الإصابة بالسلاح الكيماوي. هذا أنا. هذا أنا. هاي الطفلة هي بالأصل معربة، ومن دخنة الحريق اجت النوبة واجت لعنا. هذا أنا كملوا. عم يخسروا العالم، هون صار في نوبة، صار العالم بهلع وخايفة وكيماوي، فكر انه كيماوي، فصاروا يخسروا يرشوا العالم كلها موي. هذا انا. Thank you.